البحث العلمي وتفكير افضل الادويه لمرضات السرطان في العالم، وبخاصه لما نتكلم على سرعه وجوده في مصر. احنا الدواء كان موجود في امريكا بقاله يمكن سنه، وحاول مصر بالسرعه دي حاجه ما حصلتش. احنا موجودين النهارده علشان نطلب الدواء ده، لانه بيدي امل كبير لمرضات السرطان. ويمكن عارفين ان اغلب السرطان لما تيجي بفاعليه كبيره بيبقى معاها اعراض جانبيه كمان كبيره. الجديد النهارده ان الدواء اللي احنا بنطلقه ده بفاعليه اكبر بكتير جدا مما كنا نتخيله من كل الادويه اللي كانت تطبيقها، وجاي كمان باعراض جانبيه اقل بكتير قوي من اللي كانت المريضات بتشوفها. مدى توصل الدواء ان شاء الله هيبقى امتى تعيش في مصر؟ احنا النهارده بنطلق الدواء، يعني من بكره الدواء ان شاء الله موجود في مصر. الموافقات بتاعته الموافقه بتاعت ان الدواء يبقى موجود ومتسجل حصلت خلال 12 شهر. كده انا بقول ان سرعه التواجد دي يمكن ما شفناهاش قبل كده. ده مش بس بيعكس كمان التزامنا ان احنا نوفر افضل الادويه بشكل اسرع جدا في مصر، كمان بيعكس تعاون وزاره الصحه. خلال السنوات اللي فاتت كان واضح جدا ان هم عايزين يوفروا الادويه الجديده بشكل اسرع، وده يمكن انعكاس للمجهودات دي، وانا شايف ان الموضوع اتجاهه الى ان ده يبقى كمان اسرع في المستقبل. مساهمة بس اولا المرض او حد منه ممكن يمثل الحقيقه السرطان الثدي المنتشر كان له انواع مختلفه من العلاجات، كان منها العلاج الهرموني، كان بعض الاحيان بيبقى العلاج الكيماوي، العلاج الموجه، كان في مجموعه من الادويه اللي كانت بتسوق منها بعض ادويتنا كمان، لكن الدواء الجديد اختلف عنهم كلهم الطريقه اللي بيشتغل بيها وفي الفعاليه بتاعته. يعني الفعاليه في الدراسه اللي احنا النهارده هنكون بنتكلم عليها لما شغل مع العلاج الهرموني مقابل العلاج الهرموني لوحده كانت الفعاليه اكثر من الضعف، وكانت الحد من الاثار الجانبيه مختلف تماما عن الادويه الموجهه. هل في ابحاث جديده للنظام شغالين عليها الفتره دي؟ احنا عندنا ابحاث جديده شغالين عليها على نفس الدواء بس في مجموعه اخرى من مرضى السرطان الثدي. احنا دلوقتي بنتكلم عن مرضى السرطان المنتشر اللي هم بعد انقطاع الصمت، ودلوقتي بنعمل دراسات في المريضات اللي اصغر من كده اللي هم قبل انقطاع الصمت، وعندنا ادويه ثانيه من سرطان الثدي لسه برضه في الدراسات ودراسات شكلها يوم بالليل. ثاني مهم الاسعار، اخبار عن اسعار الادويه بشكل عام. اسعار الادويه بشكل عام احنا بنبص بقالنا سنين عارفين ان احنا عندنا عدد من المرضى ممكن ما يكونش عنده القدره على ده، واللي احنا عملناه قبل كده وهنعمله بشكل اكثر يمكن الدواء الجديد اللي احنا بنطلقه النهارده، هو ان احنا بنعمل سعر مصر مختلف تماما عن اي دول العالم. في ادويه كتير من ادويه مرضى الاونكولوجي احنا بنبيعها في مصر باقل سعر في العالم. هو ده اللي خلانا النهارده نسبه التمويل نسبه فعلا اكبر عدد ممكن من المرضى، وساعات كمان بنعمل اشتراكات محدده مع الوزاره والتامين بدون سعر اقل كمان من السعر اللي احنا بنوفره.